أناب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع لحضور حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 9 بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. في بداية حفل التخريج تفضل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، أصحاب السعادة، ضيوفنا الكرام، إخواني الضباط، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي السرور أن نرى في هذا اليوم المبارك ثمرة من ثمار الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني، والحمد لله الذي من بتوفيقه على من اجتازوا بنجاح دورة القيادة والأركان المشتركة 9، ويسعدنا أن نبارك لهم جميعاً. ويشرفني أن أنقل لكم تحيات سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وتحيات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتحيات سيدي صاحب المعالي المشير الركن خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين حفظه الله. كما يسرني أن الترحيب بأشقائنا الأعزاء من القوات المسلحة بالدول الشقيقة الذين شاركوا إخوانهم هذه الدورة وتبادلوا معهم الخبرات والمعرفة. ومما لا شك فيه أن كليات القيادة والأركان والدفاع الوطني تمثل رافداً حيوياً يدعم خطط تطوير القوات المسلحة، ولله الحمد قد نجحت كليات القيادة والأركان مجلس التعاون في مسايرة نظيراتها على المستوى العالمي، وعملت بكفاءة ومقدرة عاليتين على تأهيل الكوادر الوطنية بالقدر المنشود من العلوم العسكرية المتخصصة والدراسات التعبوية العليا ذات القيمة العلمية المتقدمة. إن بناء وطن عصري قوي ونقله إلى مصاف أحدث الدول يعتمد في الأساس على الكفاءات الوطنية المتسلحة بالعلم والمعرفة والإيمان بوطنها والولاء لقيادته وبرسالته الوطنية والانتماء إلى مبادئ ديننا الإسلامي الحنيف وروابط مجتمعنا الخليجي المشترك وتغاليد عروبتنا الأصيلة، وأن نعي وندرك أن ما نحققه للوطن من عمل وبذل وصدق انتماء فإننا بذلك نحقق لأنفسنا العزة والكرامة والتقدم والازدهار. فعليكم مواصلة اعتماد سلاح العلم والمعرفة للارتقاء بقدراتكم كغارة للمستقبل، لتتحملون مسؤوليتكم الوطنية في الدفاع عن الوطن والمشاركة في عملية التنمية والتطوير. في خضم التحديات والمخاطر والمؤامرات ومشاريع الفتن ومخططات التخريب للقوى الطائفية المحيطة بنا، ينبغي علينا أن نعد لذلك عدته كما أمرنا الله تعالى بقوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ويجب علينا أن نتعاضد ونتكاتف كما حثنا الله تعالى بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وانطلاقا من تلك المبادئ الربانية، علينا السير بوتيرة أسرع وأمتن لاستحضار المواقف الأخوية الحازمة للتصدي لتلك التهديدات، والابتعاد عن المواقف التي تقف ضد حركة تاريخنا الأخوي وتسيء إليه وتؤجج الفتنة التي تولد الإرهاب وتزعزع الأمن والاستقرار وتؤثر على فاعلية دورنا في مواجهة التهديدات التي تتربص بالأمن القومي العربي. علينا توحيد جهودنا والقيام بمسؤولياتنا والمضي على العهد بمواصلة أدوارنا الوطنية الجسام التي تؤديها قواتنا المسلحة في دول مجلس التعاون، والسير على طريق الأخوة بتقوية جسور التعاضد العسكري لدعم عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، دعماً للشرعية بالجمهورية اليمنية الشقيقة وضماناً للسلم والأمن الدوليين. ومن أجل أن يكون لمجلس التعاون دور تاريخي في دعم قضايا أمتنا العربية والإسلامية ونصرة الحق. وختاماً يسعدنا أن نشكر آمر الكلية وهيئة التدريس وجميع المعلمين على إخلاصهم وعملهم الجاد المثمر الذي حقق هذا الإنجاز، والذي نعتز به جميعاً مع أمنياتنا الصادقة بدوام التوفيق والنجاح لكل رجال القوات المسلحة بدول مجلس التعاون دول الخليج العربية
والدول العربية الشقيقة والنصر والثبات لإخواننا المشاركين في عملية عاصفة الحزم وإعارة الأمل، سائلين المولى سبحانه وتعالى لكم دوام النجاح ومستقبلا زاهرا لما فيه خير وطننا جميعا. بعدها ألقى اللواء الركن بحري عبد الله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة. بعد ذلك ألقى أحد الضباط كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، ثم ألقيت كلمة الضباط الخريجين عن المشاركين في الدورة من الدول الشقيقة. فالبداية والنهاية سلام الله سلام، سنة الإسلام هي خير ما نبدي بها، ردة تنصى حمد ذخر حكام كرام، شيخ دار ما تغير علينا طيبها، داركم يا شيخ مع دارنا دار السلام، الكتاب وسنة المصطفى نمشي بها، الأخوة بيننا والوفا والاحترام، شجرة خضراء على السحاب بيشعيبها، صف واحد كلنا ما يجي بيننا انقسام، العهود وجيهنا بيض ما نسخيبها، ولي العهد سلمان لك مثل الحسام، العلوم الطيبة كلها يحريبها، وخليفة لابد لازمه شد الحزام، المشير اللي ذا قام حل صعيبها، قايد جيش مسلح على أمره بالمهام، محتسين حزة يقترب حريبها، لو عد طيبكم طال شعري والكلام، والقصيدة ينتي الحفل ما يمديبها. ابتدينا وانتهينا لنا تقريب عام، وانتهلنا من علوم السعد ونجيبها، بين تدريب وتعليم بأسلوب والنظام، من قداوات سبق قبلنا تدريبها، وزملانا نور يجلي سراميد الظلام، كل يمثل بلاده سما يسميبها، وانا مثل في مقامي رفيعين المقام، السعود اخوان نوره وانا ماريبها، وانا مثل في مقامي رفيعين المقام، السعود اخوان نوره وانا ماريبها، حبهم يجري في دمي ومخ العظام، الولا متوارثينه شباب وشيبها، تحت راية سيدي ننطح الهيج شمام، دام نفسي تحمل الروح لضحي بها، والختام ازكى تحية وتقدير وسلام، مملكة البحرين ما هو غريب نطيبها وسلامتكم. ثم تفضل سعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلهمة وزير شؤون الدفاع بتوزيع الجوائز التقديرية لأوائل الدورة وتسليم الشهادات على الخريجين من مملكة البحرين وكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، مباركا ومهنئا سعادته لهم تخرجهم من الدورة بنجاح، وتمنى لهم الخير والسداد في خدمة أوطانهم.